إلى ملف آخر مشاهدينا، تحدق التهديدات أو تحدق التهديدات بالحكومة الإسرائيلية من كل الجوانب، فمن قانون التجنيد المثير للجدل إلى تعثر مفاوضات الدوحة لإطلاق سراح المختطفين مرورا بالأزمة مع واشنطن. عقبات تزعزع استقرار حكومة نتنياهو تزامنا مع انسحاب الوزير جدعون سعر من الحكومة. المزيد في التقرير التالي. عاد ليهدد سلامة الحكومة الإسرائيلية التي أرجأت جلستها اليوم بسبب قانون التجنيد المثير للجدل والذي أحدث انقساما داخل الحكومة والمجتمع في إسرائيل، في ظل تلويح الوزير بيني غانتس بالانسحاب من الحكومة إن تم سنه. وبعد انسحاب الوزير جدعون سعر منها، انضم وزراء من الليكود إلى جبقة المعارضين لقانون يعفي الشبان المتدينين من الخدمة العسكرية. وصل الأمر بوزير الأمن عن الحزب الحاكم الليكود يوف جالانت بالإعازة لموظفي وزارته بعدم التعاون مع رئاسة الحكومة بشأن قانون التجنيد. ولم تسعف نتنياهو جلسات عقدها برفقة وزير القضاء يريف ليفين مع المستشارة القضائية للحكومة وأخرى مع قادة الأحزاب المتدينة المتزمتة والمعروفة بالحريدية التي يهدد أقطابها بجعل مستقبل الحكومة على المحك. وما يزيد الطين بلة، تزامن الأزمة مع الصدام بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن على خلفية اجتياح رفح. نتنياهو هو المسؤول عن القرار المناوئ لإسرائيل في الأمم المتحدة، فلولا أزمته الشخصية مع بايدن لأجهضت واشنطن القرار بالفيتو. نتنياهو يضحي بمستقبل إسرائيل على مذبح البقاء السياسي، كما ويعمق الجدل مع واشنطن وينشره في الإعلام لحرف انتباه الرأي العام عن قانون التجنيد. تتعدد الانتقادات والشخص واحد، نتنياهو، فسهام الانتقاد الموجهة ضده جاءت أخيرا بسبب تعثر مفاوضات الدوحة لإطلاق سراح المختطفين. خبراء يؤكدون أن المشهد السياسي الإسرائيلي ما هو إلا ورقة ضغط أخرى بيد البيت الأبيض ضد نتنياهو، فهل استقرار الحكومة الإسرائيلية بسبب انقسام سياسي حاد أم أن واشنطن تحرك خيوطه؟ حول هذا الموضوع أرحب بضيوفي، بداية هنا معي في الاستوديو السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، مرحبا بك معنا سيد شكيب، وأيضا بالسيد يريف أوبنهايمر رئيس حركة سلام الآن سابقا، مرحبا بك معنا، وعبر خدمة سكايب دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، مرحبا بك معنا أيضا دكتور مئير. ودعني أبدأ معك سيد شكيب، مع انسحاب جدعون ساعر من الحكومة وأيضا الانتقادات من قبل غانتس، هل نشهد بداية نهاية حكومة نتنياهو أو على الأقل نهاية حكومة الطوارئ؟ خلينا أقول بالنسبة لنهاية حكومة الطوارئ أكيد غانتس موجود وغير موجود، سعر برا واضح. غانتس انسحاب غانتس هي قضية وقت، يعني هو ينتظر اللحظة المناسبة للانسحاب وليظهر ليبقى بمظهر الإنسان الذي ضحى في الكثير من أجل أمن دولة إسرائيل. أما موضوع نهاية حكومة نتنياهو نعم أم لا، فهذا غير مربوط بتاتا في موضوع جدعون سعر ولا في موضوع غانتس، مربوط في كيف بيقولوا في الأساس المكون لهذه الحكومة، وهو عبارة عن 64 مقعد موجودين بيديه، والقضية هناك لا تتعلق لا بالحرب ولا بالمخطوفين ولا بأي شيء، تتعلق فقط بأمر واحد وهو قانون التجنيد، التوافق عليه نعم أم لا، والحفاظ على 64. هذه هي القضية الأساسية التي تحرك نتنياهو في هذه اللحظات، وهو أجل جلسة الحكومة اليوم إلى غد ويحاول الوصول إلى أي صيغة تكون مقبولة على المستشارة القضائية للحكومة، هاي مهم، والأهم أن تكون مقبولة على قادة الأحزاب اليمينية الدينية المتزمتة الموجودة في حكومته. الحفاظ على 64 هي قدس أقداسه وهي أهم ما يحركه، بقية الأمور
يستطيع هو ينتظر أن يخرج جانس. هو حب عليه فتح الباب لجانس زمان تيروح جانس مش لا يبقى هناك. الأصعب من ذلك جدعون سعر عوله على أنه بيبي قد يفضله على جانس. في نهاية المطاف بنيامين نتنياهو كان يحلم أنه 64 يصيروا 68 مع سعر. ولكن شو صارت المشكلة؟ انه بين كبير وسموتريتش عندوا انه احنا بدنا اذا انت بتعطي لجدعون سعر يكون في الطاقم الحربي في الكابينات الحربي نحن ايضا نريد ان ندخل. وهذا الامر منع امكانية ادخال جدعون سعر. ومرة اخرى لخيبة امله عاد جدعون سعر ليكون ضحية مرة اخرى لأحلام نتنياهو. وصلت الصورة. دكتور مئير اشرح لنا كيف يمكن لنتنياهو خاصة في هذا التوقيت وفي كل هذه الأزمات التي تمر بها إسرائيل أن يوافق على طرح مشاريع قانون كهذه كانت أصلا هي المسبب في الانقسام في الشارع الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر وما زالت. تحياتي لك أستاذ أسيل وتحياتي لضيوفك الكرام. إلا أنه بمنتهى البساطة نتنياهو هو حسب الحزبة وهو يعرف أنه الأضمن والأهم لاستقرار حكومته هو من هو على يمينه وليس من هو على يساره. هناك أولا الأحزاب قوى التشدد اليميني من ناحية، من ناحية هناك الحزبين الحريديين الذين يمثلان اللوبي الحريدي الضاغط داخل الكنيست وداخل الحكومة كذلك، إضافة إلى وجود عناصر داخل حزب الليكود اليوم هي تغرد داخل السرب الحريدي أو كذلك تتوافق مع هذه أو هذا التوجه العام في أقصى اليمين. وبالتالي أنا أعتقد أنه الجواب واضح والحزبة واضحة. إذا نتنياهو يريد أن يحافظ على 74 مقعد وهي الحكومة بصيغتها الأولية بصيغتها 64 مقعد أنا آسف وهي بصيغتها قبل التوسيع الائتلاف في سياق الحرب. وبالتالي هذا شيء مفهوم تماما. قضية تجنيد الحريديم هي قضية خلافية في إسرائيل منذ الأزل تطفو على الساحة قبل كل حملة انتخابية ونحن ربما نشهد اليوم بوادر سياق انتخابي جديد. وصلت الصورة. سيد يريف أنتم في المعارضة تشعرون أنه حان الوقت للاستعداد لانتخابات مبكرة وهل تتوقع أيضا من غانتس أن ينسحب من هذه الحكومة؟ أنا خشف السيبور של غانتس تتغير مع صفقة المخطوفين. السبب الذي يدعو أيزنكوت وغانتس أن يظلوا في الحكومة هو أملهم بأن تكون صفقة وتحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار في غزة. إلى أن نصل إلى صفقة ووقف إطلاق نار لا أراهم يخرجون من الحكومة بعد صفقة المخطوفين. حينها ستصل نقطة الحقيقة بالنسبة لغانتس. سيختار الوقت والسبب ليترك الحكومة. خروج غانتس لن يسقط الحكومة. ما سيسقطها هو 64. هل هناك أشخاص يسقطون الحكومة؟ لست متفائلا. لا أرى هذه الحكومة متفككة. سوف تمر أزمة التجنيد لأن الأحزاب الحريدية تعرف بأنه إذا تفككت هذه الحكومة ستأتي حكومة أسوأ بالنسبة إليهم. لذلك سوف يحاولون خلق فجوة وفيها الكثير من الوعودات المستقبلية التي يمكن تنفيذها مستقبلا من أن يسقط الحكومة. طبعا طالما غانتس في داخل الحكومة لا يوجد خطورة على الحكومة. ولكن بعد صفقة المخطوفين إذا فكر غانتس وأيزنكوت بأنهما أنهيا مهمتهما سنرى 64 ما زالت هناك. ولكنني
أغامر وأقول أن هناك احتمال أن يعود جدعون سار إلى الحكومة وحينها سيجد مكانا في الكابينت. لا أرى سار يرغب في إسقاط نتنياهو، وقد قال أنه يجب أن لا نقاطع ولا آخرها. الموضوع معقد، للأسف لا أرى انتخابات في الشهور القادمة، ولا أعرف كيف ستسقط نفسها هذه الحكومة. تعقيب من السيد شكيب. بس تعقيب بسيط جدا في موضوع جدعون سعر. جدعون سعر كان من أبرز المعارضين لنتنياهو ولإقامة حكومة نتنياهو. دخولي للحكومة كان في إطار نطاق اتفاقية عقدت ليس بينه وبين نتنياهو، بين جانس وبنيامين نتنياهو في فترة الخمسة أشهر الأخيرة. كانت سجالات ولقاءات بين سعر ونتنياهو، تمخض عن الجبل أنجب فأرا، لم ينتج بالنسبة لجدعون سعر شيء، وهو الآن لن يغامر مرة أخرى بالعودة إلى أحضان نتنياهو. أنا لا أوافق الأستاذ يريف أوبنهايمر، مع أنه الفكرة هنالك من يطرحها. من معرفة الشخصية مع جدعون سعر لن يغامر ثانيا في أي غزل مباشر أو غير مباشر مع نتنياهو. طيب سيد شكيب، بحسب رأيك ما هي تداعيات هذا القانون على الائتلاف الحاكم وبشكل عام على الحكومة الإسرائيلية؟ هذا القانون إذا مرة هو نهاية للحكومة، ما حداش يفكر يعني. الأحزاب اليمينية المتدينة المتزمتة، ما يسميهم زميلي مير الحريديم، لا يمكن أن يتعايشوا مبدئيا عقائديا أساسيا مع هذه الفكرة. هم منذ قيام الدولة كان بن غوريون أعطاهم 400 طالب يتعلموا في في في, في الكوليجيات المتدين. اليوم في 60,000. يعني حتى الطرح اللي عم بيطرحه نتنياهو انه نعطي 2500 في كل سنة، هاي مهزلي، هذا ضحك على تقول. هذا امر لا يمكن ان يستوعبه الشارع الاسرائيلي الذي دفح في خمسة اشهر ما يزيد على 1800 شهيد من أجل الدفاع عن بقاء دولة إسرائيل. اللعبة هوني مش خلية تخريبية انحدرت عن طريق لبنان أو عن طريق الحدود الأردنية. 7 أكتوبر تغيير جذري في الذهنية والمفهوم والمنطق الإسرائيلي، يعني المساواة في تحمل عبء الدفاع عن بقاء دولة إسرائيل بحاجة إلى جنود. قضية الجيش الصغير والذكي هاي بعدتش تمشي، بدك وحدات ميليشيات مشاة ومدرعات وغيرها لتحمي الحدود. يعني لو يكون في جنود في 7 أكتوبر على الحدود لما حدث ما حدث. انعدام وجود جنود هو الحاجة الماسة إلى تجنيد اليهود المتدينين المتزمتين. يعني العرب معفيين مسبقا من قبل وزير الدفاع، كل سنة يتم إعفائهم، ولكن توجد نسبة كبيرة من العرب مسلمين وبدو ومسلمين عاديين يقومون بالتجند تطوعا، غير الدروز والشركس اللي بيخدموا بالجيش من منطلق قانون إجباري للخدمة. هنالك مواطنين عرب يتجندون لخدمة. شو عم بيحكوا؟ على القليل يكونوا في الإطفائية، كونوا في نجمة داود الحمراء، أعطوا منكم لا 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 لا. يعني أنتوا بدكم إيانا إحنا نروح نحارب بغزة، على الأقل يخدموا في الداخل. والأمور ليست بسيطة، وأنا لا أرى الشارع الإسرائيلي يتوافق مع أي حل أقل من المساواة في تحمل العبء المشترك. صحيح.
تعقيب تفضل. أنا مسكين شكيب. أنا أوافق مع شكيب أنه يجب تجنيد الحريديم ونفهم بأننا بحاجة إلى جيش أكبر ونرى بأنهم يمدون ويطولون فترة التجنيد. برأيي نتنياهو يريد أن يخلق قانونا يبدو وكأن هناك تحمل متساوي للعبء ويستطيع أن يهضمه الحريديم، وإلا ستكون هناك عقوبات مالية على المدارس الدينية، والأهداف ستكون بعيدة المدى بشكل يمكن تغييرها بعد سنة أو سنتين. لذلك برأيي نتنياهو سيحاول أن يعمل أن يحتال على محكمة العدل العليا وعلى المستشارة القضائية للحكومة، سيجلب خطة يعارضها معارضة مفتعلة يعرضها الحريديم، وهكذا سيحاول نتنياهو أن يستمر بائتلافه. دكتور مئي بس صديقي يريد مرة أخرى لا يصيب الهدف. مشكلة نتنياهو ليست الحريديم، مشكلة نتنياهو هي الشارع الإسرائيلي وعدم قبوله لأي طرح. لا يأتي الشيشي وأربعة مانيني متوخو شكيب يهمه 64 وليس الشارع. يجب أن نحافظ على ائتلافه. دكتور مئير، جميلة الشعارات التي كانت في بداية الحرب حول أهمية توحيد الشارع الإسرائيلي، ولكن نرى من خلال طرح هذا المشروع أو مشروع القانون أن السياسيين في إسرائيل لا يبالون إلا بأجندتهم السياسية الضيقة وليس بالمواطن الإسرائيلي، ونرى أن الاحتجاجات عادت كما في السابق، كما يعني قبل 7 أكتوبر. طبعا يعني أنا أتفق معك، ولكن أنا أعتقد أنه لا يوجد تعارض بين الوطنية وأن تكون هناك خلافات في الرأي، وهذه هي اللعبة الديمقراطية، هكذا تكتلات سياسية وتنتج عنها أحزاب تشارك في الانتخابات، هناك تنافس طالما أنه يأتي في إطار القانون وفي إطار احترام حقوق الفرد في إسرائيل، وبالتالي هذا شيء طبيعي. ولكن إضافة إلى ذلك أنا لا أخفيك أن هناك ضغوط تمارس وسوف تتزايد في الأشهر القادمة لإضعاف الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأنا أعتقد أنه شيء جيد على خلفية ما شهدته إسرائيل من مأساة في يوم 7 أكتوبر، وكذلك على خلفية الانقسام الحاد الذي شهده المجتمع الإسرائيلي قبل الحرب بسبب التعديلات القضائية ومشروع التعديلات القضائية سيء السمعة. وبالتالي هناك تحضير، طبعا أنا أعتقد أنه يجب أن يأتي هذا بعد انتهاء الحرب والانتصار على ميليشيات قطاع غزة، ولكن في نهاية المطاف أنا أعتقد أنه من الطبيعي أنه المعارضة في إسرائيل وبني جانز وإن كان يشارك داخل الائتلاف من منطلق الوحدة الوطنية وخدمة إسرائيل في هذا الظرف الدقيق، لكن هو ينتمي بطبيعة الحال إلى المعارضة. تعقيب صغير، أنا أتفق تماما مع ما قاله الأستاذ شكيب، لا شك في ذلك. اليوم الحديث عن تجنيد المكونات داخل إسرائيل التي تتمتع بإعفاء، وإن كان هناك من باب التطوع يخدم في الجيش سواء من الحريديم وإن كانت الأرقام قليلة، ولكنها في تزايد منذ سنوات حتى قبل 7 أكتوبر، وكذلك من أبناء المكون العربي الكريم في إسرائيل. لكن اليوم ليس فقط من باب تكافؤ الفرص، ليس فقط من باب المساواة نحن نطالب بتجنيد الجميع وإن كان بشكل تدريجي، وكذلك دفع جميع المكونات إلى أن تتطوع داخل الجيش، ولكن هناك حاجة ماسة ليس فقط لمهام قتالية داخل الجيش، وإنما كذلك لمهام إدارية ولمساعدة الجيش في هذا الظرف الدقيق. نحن اليوم في حالة حرب في إسرائيل، لا أخفيك بأنه الأشهر بل السنوات القادمة سوف تتطلب جهدا شعبيا كبيرا، وبالتالي يجب على الجميع أن يشارك. نحن لدينا في إسرائيل ما نسميه تسبعم، جيش شعب، ولكن تصوري أنه في هذا جيش الشعب هناك 50% من المجتمع الإسرائيلي لا يشارك داخل في الجيش، سواء أبناء المكونات العربية
سواء كذلك الحائدين، الفتيات من الأسر المتدينة عند اليهود كذلك، وبالتالي هناك الكثير من الذين لا، وكذلك في المجتمع العلماني هناك كثير منهم هم أعتقد أنه بمتوسط 13 أو 14% من أغلب التجمعات السكنية اليهودية. إذن هناك كذلك من العلمانيين الذين لا يشاركون، لا يتجندون في الجيش أو يتحايلون على القانون أو يطالبون إعفاء لأسباب أو شبه ذلك. وبالتالي نعم هناك حاجة ماسة إلى زيادة أعداد من يتجند، وطبعا أن تكون هناك مشاركة لجميع المكونات من باب تكافؤ الفرص، المساواة والوحدة الوطنية. نعم دكتور بيه. سيد ياريف، في مطلع الحرب التزمتم الصمت يمكن أن نقول، وأوقفتم أيضا الحراك الاحتجاجي، هل برأيك أنتم بصدد يعني إعادة إحياء هذا الحراك حتى أو رغم استمرار الحرب؟ أنا خشف كشيء مأود لوطيان. أعتقد بأنه من الصعب إخراج الناس إلى الشوارع. نرى أن هناك مظاهرات ولكن الناس يحضرون بأعداد أقل. بسبب الإحساس بأننا في ذروة الحرب، هناك مخطوفين في غزة وهناك صواريخ تصل إلى إسرائيل وجنود يقتلون، هذه صعوبة جدية. بعد أن يكون هناك وقف إطلاق نار وبعد أن نرى غانس يترك الحكومة، حينها سيتحرر السد الجماهيري. لست متأكدا إن كنا سنصل إلى انتخابات مبكرة. الكثير من الناس تعبوا من النضال الجماهيري ويخشون من شرطة بن غفير. هذا الخوف موجود والغضب موجود وهو كبير، وذا أهمية حول ما حصل في 7 أكتوبر وقبله وما يحدث الآن. حاليا برأيي النضال الأهم الجماهيري الأهم هو إعادة المخطوفين. نتنياهو لا يريد تجنيد الحريدين ولا يريد صفقة مخطوفين ولا يريد أن يتركه سموتريتش وبن غفير بسبب كون إسرائيل حررت قتلة موجودين في السجون الإسرائيلية. والنضال الأهم الآن هو من أجل صفقة المخطوفين. صفقة مثل هذه يمكن أن تغير المعادلات السياسية. وقبل هذا זה דבר שמציל חיים. هذا الأمر ينقذ الحياة. يعني تظاهرنا من أجل حق دلة المعقولية. وكيف يحصل بأننا لا نشل الدولة بسبب المخطوفين؟ لا يريدون، لأن نتنياهو لا يريد وتهمه حياة الائتلاف أكثر من أي شيء آخر. يعني كما يقول هنا السيد ياريف، سيد شكيب، ألا يشكل هذا خطرا على المواطن الإسرائيلي أن نتنياهو بالتزامن يدير حربا في قطاع غزة وأيضا على الجبهة الشمالية، وفي ذات الوقت أيضا يدير مشاكل داخلية في الائتلاف الحاكم، مشاكل حزبية ضيقة يمكن أن نقول؟ غريب ثم غريب ثم غريب. الحقيقة هاي واقع دولة إسرائيل. يعني أنا بدأ أروح معك لبعيد. جلعاد شليط واحد دفع قباله 1000، صحيح. شو المشكلة تدفع 700 قبال 40؟ فيش ولا أي مشكلة. المشكلة تكمن في أنه في أشخاص اثنين لا يريدان صفقة، لأنه الصفقة لا تخدمهما. الأول هو يحيى سنوار، والثاني هو بنيامين نتنياهو. خفت أقول بنيامين سنوار. الواقع الصعب إنه للأسف الشديد عائلات المخطوفين يدركون ذلك جيد. يعني هدار جولدن وأورون شاول وغيرهم مواطنين إضافيين موجودين في حوزة حماس فترة طويلة من الزمن، ولم يتم حتى التفاوض الحقيقي من أجل إعادتهم. مشكلة. أنا أوافق مع أستاذي وزميلي الأستاذ ريف في فكرة كنه الأساس. الكنه الأساسي للتحرك على الساحة السياسية الإسرائيلية هو ليس إدارة الحرب فقط، وهو ليس إعادة المخطوفين فقط. ممكن في الهدفين يكونوا هدف قابل للتحقيق، كلاهما ينتهي عندما يكون خطر على استمرار الحكومة.
وصلت الصورة. أريد أن أشكر جميع ضيوفي، بداية السيد شكيب شنان خبير في الشأن الإسرائيلي، شكرا لك سيد شكيب على كل هذه المعلومات، وأيضا السيد يريب أوبنهايمر رئيس حركة سلام الآن سابقا، شكرا لك سيد يريب، وأيضا دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، شكرا لك أيضا دكتور مئير، شكرا لكم جميعا على كل هذه المعلومات. مشاهدينا دقائق قليلة ونواصل وإياكم، ابقوا معنا.